جميلة، لكن اليوم حابين نعرف منك إيش هي قصة اللوحة بالخط العربي الموجودة داخل الكعبة المشرفة؟ والله هو شرف الله سبحانه وتعالى يعني يسره لي. كان هناك في زيارة لسيدي سمو ولي العهد محمد بن سلمان للكعبة المشرفة، وصار في هناك يعني عنده ملاحظات على أشياء داخل الكعبة من إصلاحات قامت فيها شركة بن لادن مشكورة بإصلاحات هذه كلها، حتى أصبحت الأمور يعني من أحسن ما يكون. فكان لابد إلا من افتتاح سيدي صاحب السمو ولي العهد محمد بن سلمان للكعبة، فاحتاجوا إلى خطاط يكتب حجر الأساس لهذا الافتتاح، فالله وفق في ترشيح لهذا الجانب، فرحت كتبتها، وكنت أتمنى يكون لي نقطة واحدة داخل الكعبة، والحمد لله أصبح لي لوحة كاملة ولله الحمد، يعني أتشرفت إنها تكون داخل الكعبة، وهذا شرف ومنحة من المولى سبحانه وتعالى، لأن أنا الحمد لله الله أكرمني درست في الحرم 17 سنة، وكنت أتمنى إنه يكون لي نقطة على ستار الكعبة، فأصبح لوحة داخل